خويا منين جات كورونا ما بقينا لقينا ما ناكلو، يعني ما باقيش لقيت ما ناكل انا البنيه. كيعاونونا الناس بحال وجاكم كيعاونونا وكيجيو عندنا وكي بعض المرات تاع الوالدين وكلشي مساكين يعني في العروبيه، وهو يعني ماشي شي خدمه مرسمه، هو خدمه غير غارديان ديال غسلي الطوموبيلات، يعني ماشي خدمه مرسمه. ومنين جلس صافي منين جات كورونا جلس صافي تيقلب على البلايص وسميتو ما لقاش الخدمه. وليت انا كنمشي لدارنا وكنجي هنا وكنمشي لدارنا، وكنا بينا نتفرقوا بسبب هذا الشيء، ما باقيش لقينا ما ناكلو وتفرقنا وعاودنا رجعنا. واحد السكنة واحد الحاله يرتى عليها، يعني عايشين في واحد الحاله، يعني ما عندنا تم لا فراش لا وطا لا الماريو، ما عندنا حوايجنا مرميين في الارض. حالتنا هكا دايره الحمد لله على كل حال. وكنطلب من المحسنين الله يرحم الوالدين لما تعاونوا معنا نديروا دويرتنا، الا كاين شي محسن يعاوننا. يعني منين جات قاسحه بزاف كنمشي لدارنا وكنرجع هنا وكنمشي لدارنا. بعض المرات واحد في رمضان كندوزو غير بالماء، الماء هو اللي كناكل، هو اللي كنشرب الماء، ما عندنا ما ناكلو. رمضان كله تندوزو بحال هكا، كل فطار بحال هكاك. وكنمشي كنطلب الناس وسميتو ما كاينش اللي حير فيك، يعني الناس كلهم دا في راسهم. الوالدين اللي بيعاونو كلهم مراضين وفقراء حتى هما راهي في العروبيه. يعني الراجل ما مرسمش من الاول باين. يعني حنا في العروبيه كنتزوجو صغار، يعني في العروبيه 16 سنه راه صافي راه خصها تتزوج. صافي خرجت من المدرسه كنقرا في هذا في الكاتريام، خرجت من الكاتريام وتزوجت. منين تزوجت ولدت هاد البنيه وبقيت تنعاني بزاف، سكننا مع دارهم وعانيت بزاف. ومنين عزلنا دويرتنا ما لقيناش اللي يعاوننا، عازلين ما عندنا باش نخلصوا الكرا. ملي كيوصل دابا ملي تيوصل وقيت الكرا كنمشي لدارنا انايا، كنتفرق انا وياه، كنمشي انا لدارنا هو كيمشي لدارهم، حيت ما عندوش باش يخلص الكرا وكيخرجونا من الدار دائما هذا هو حالنا. يعني العائله ما يعني عائلتي انا ما في حالهاش، يعني حتى عائلته ما في حالهاش، تما كريم يلا يتكافاو مع راسهم، يعني ما يمكنش يعاونوك. كنعيشوا يعني حاله ما الحمد لله على كل حال وصافي، كنعيشوا عادي. يعني ما مره نلقاو مره ما نلقاو، مره ناكلو مره نباتو بلا عشاء مره بلا غدا مره كاين شي غدا. كنباتو كنضلو كنبقاو بلا فطور بلا غدا بلا عشاء، وكنبقاو انا كتبقى فيا البنيه يعني وانا وحله في راسي. يعني كان مرض وما كنلقاش باش ندوز، كان مرض كاع، كان بنادم بيطيح ليا ونعس في الفراش وما كاينش اللي قابلني وما كاينش اللي وقف معايا وما كاينش ما يتدوز. ما تندوش، ما عمرني دوزت، ما عمرني شريت الدواء، ما عمرني. دابا ما تيدير والو، يعني كان جالس من كورونا لهنا. يلا اليوم عيط لي البارح، عيط لي واحد السيد قال لي جي باش تغسل لي الطوموبيلات، يعني ماشي شي خدمه مرسمه، يعني يقدر يخرج في اي لحظه كيربح ديك تيخلي لي ديك 20 درهم في النهار، 10 دراهم هي اللي كيخلي لي بعض المرات. بلي تيكمي يعني ما يلا تاديك 400 ريال راه قاصحه بالنسبه لي. ايوا الحمد لله على كل حال. الله يرحم الوالدين، كان شي محسن يعاوننا يشري لنا الدار بعدا نحيدوها من الكرا، وما بقى كل مره تنتفرقوا وتنعاودوا نرجعوا بسبب هاد الكرا. يشري لنا الدار الله يرحم الوالدين، فرحنا الله يفرحو، يفرحنا الله يفرحو. ولا كان شي تعاونيه تاع رمضان ولا سميتو ما عندنا والو، الله يرحم والديك. كنتفرقوا دائما يعني، وبالنسبه للماكله وسميتو تنبقاو بالجوع وسميتو كنصبروا، ولكن بالنسبه للكرا ما يمكنش تصبروا. الوراق تاع الطول الماء محطوطين، يعني حتى حد ما يقدرش يصبر لك. الله يرحم الوالدين، الرقم ديالي هو 06 80 41 96 97.